وكذا على المحبة الصغار وكذا عليها أن يسير عنها إلى أهل كل بلاد الله. إخوتي الأعزاء الإسلام والإيمان والإسلام دين سيكو في موريتاني أحيي هذا الجمع المبارك بكل تشكلاته وجمعياته ومشايخه وعلمائه ودبناسيه وطلابه وبيته وأحيي على الأخصاء سمة عقده وشيبة حمده ومدير الديوان المحكمه سيدي الشيخ محمد الأمين الشيخ إبراهيم أبناءه الله وكذلك أبناء الشيخ وأحفاده. إخواني لتميز هذا الزمان بكثير من الأخلاق الاختلاف الحالي في البلاد وانتشاره في تنمية الشبهات والتصرف أدوا كونفرنس تسبب في حياة وإحراق كثير من عامة المسلمين المتدبرين لجنهم. وإن نكبت المباركة وتمثلت في الأيام الثقافية الشيخ إبراهيم رضي الله عنه في إطار الإسلام السني وسلطته وذوله التعايش السني جديرة بأن تعطي أجوبة لأولئك الذين جرت بهم الموجة إلى متاهات التعصب والزيغ والانحراف عن جانب الطريق المستقيم، حيث أن التصوف وحده القادر اليوم على تقديم البدائل والدلول النجاح من بين فرد السلفية المتضربة بشيريا وذوي فرق الزيغ والضلال. وقد التصوف بهم امهات كونه امه وسطيه اسلاميه الابتلال المحموده المستعده متبعه عن كل انواع الامم والتوقع والفتن منتهجه دعوتين الله بالكلمه الطيبه والمعامله الحسنه والتدين بالحال والمقال والتربيه وتسليه النفوس واصلاح القلوب بما مكنه من نشر الاسلام على نطاق واسع وعلى فترات زمانيه قياسيتين لو الذي لم تحقق الحملات والجهاد باسم السيف. وقد تم اعتناق غزات مقبول الاسلام على يد دعاه التصوف بعد ان دمروا اجزاء من العالم الاسلامي وعاصمه بغداد وعادوا فيها فسادا. ما كان سموحات السوريين والتجانيين خصوصا اشد على المستعمرين من المناضلين والبداد حيث ناهوا الاستعمار العسكري والثقافي بالطرق السلميه وجهاديه ومقاطعه مدارسه واغراضه. تميزت الطريقه التجاريه والبيضه في مرامي خصوصا في كل جانب العمل الجانبي ومشاركه منتسبيها في النشاط السياسي والتنمويه وولوج البرلمانات والاحزاب والبرامج الاقتصاديه مبتعدين عن القوقعه والسلبيه ومقاطعه الحياه العامه متمسكين في نفس الوقت بالزهد والرعي وصفاء نفوس ونقائها والقوام مع الحقين ولا مزاوجين بين العلوم الشرعيه والذوقيه تحصيل كافه العلوم الدنيويه المفيده جمع الشريعه مع الطريقه الشيخ وهي طريقه الشيخ محمد الجاني رضي الله عنه قال اذا سمعتم عني شيئا فزنوا بميزان الشرعي ما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه. وقال ايضا بسير زمانك سن وإن لهاتين الكلمتين مدلولات عميقة لا يتعلق بمحاولة التجديد والتجسيد. الشيخ إبراهيم رضي الله عنه صاحب الدرر إبراهيم كان معطفا تاريخيا كما كان ذواتا في كل الاعتبارات والمجالات فبفضله تقدر طريقة التجارية اليوم بمنايب مائز إلى هبة مليون منتسب. بحركته تفجرت معارفه وتعمقت الأذواق وبلغ أصحابه من المعارف ما نفتح حوله شطحات الشاطحين ولاحظوا ماسخين. من قاد الجهود بمدارس طريقته ومشايخها وسلم له المخلصون زمام أمورهم وعم الفيض ولده وكثرة تلاوته ووحيت السنة وأخذت بدعته وشيدت شريعة وحررها المريد تجاني وسوزنت الطريق وتسلمت دعوته الحث على الإقبال على الله والاشتغال به والانقطاع إليه والإقبال على العلم والتعلم واستنهض الشباب إلى العلم والعمل والبنات إلى المزاحمة إلى قبل الباب يا أيها البنات زاحمنا إلى أيها الباب للباب ولتحقيق ذلك تصدى للتربية والتدريس وتفسير القرآن بالمحاسن والمدارس القرآنية والمعاهد العلمية والجمعيات ومصدر نصائح المفتوحة وصحة الأخطاء وكسر جمود الفقه والفقهاء وأجداد المسائل العصرية الشائكة
سبيل السلام بإلقاء المقام السعودي إلى صفقرة تلاوة القرآن للدنيا والسقائم مكبر الصلاة والزكاة والزكاة ودعاء التيسير وعدم التعصير والتبشير وعدم التعصير وكان نشاطه بالعلم العالم الإسلامي خير من ذلك وكان عضو تأسيس كبيرة رفض العالم الإسلامي وشارك بالعلم في الجمعية الإسلامية وكان أول إفريقي يوم صلاة الجمعة في الأزهر الشريف التقى رؤساء الملوك العالم الإسلامي وحثهم على وحدة المسلمين وحدة الإسلام وأيد حركات التحرير وزعماء التحرير جلالة الملك محمد الخامس جمال عبد الناصر كرم الكرامات وقال إن إفريقيا للإفريقيين من أعطى الاستعمار وجاب العالم مصدر ورفض مصدر ديني على الجد محمد الثلاثة وإن على السلطرة ودلنا بالجبال والشيخ أيضا الشيخ أيضا الشيخ إبراهيم بن تمر بن وفي المدينة وأرجائها وإبراهيم أيضا تمر بن مصر والشام ومدن الخط وإبراهيم وأبي وقدم وجدا حيث يقوم الشيخ وحيث الله فقد أرسل الشيخ وصل المقدمين إلى كل صالح يمشوا على الخير العظيم العطاء الذي لا حدود له والنور الذي لا ضرورة يفعله وترك بهن المصالح تجاه حق الله عليهم نشكره لا يسعنا الا ان نحمد الله ونتوقف عند منة وجود سيدي محمد بن الشيخ ابراهيم الذي هو ابن الشيخ وخليفته سافر كثيرا مع الشيخ وعايشه وهو من ورثه الشيخ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول يهين بتعليم ما حييت وين قلت بتعليم يهين بها بعدي ولما رأى قصتنا أضحكت الشيخ على حكايتي عن جواب الشيخ محمد الأمين وهو إذا يصب عند رجل غربي الذي أراد أن يطلع عليه مصداق القرآن بسؤاله الشيخ أن القرآن لم يذكر مدينة كبيرة يقال لها بريد قيل له إن قوله تعالى ما أوردنا من كتاب من شيء فأجابه الشيخ محمد الأمين سعودي بن دار الباشكين كذلك محمد الله على أن الشيخ المرشدين ومقدمين والكون من سيدي الحاج المسلم مرجوم الدبازي محمد المسلم أخوتيين علماء ومشايخ الشنائق قد موريتانيين قد لعبوا دور حوض في نشر الاسلام والطريقه في مرمي الله واسقط في الصفحات والقلم لا يسعنا الا طريق الوقتي لكل وزيرتي واسماء جاء انني اذكر ان جدي سيمو اجمال هو كل من ادخل الطريقه لمرمي افريقيا والسودان كذلك اذكر قصه عن الشيخ في حيث كان الشيخ في جوده في نيجيريا دخل جموع كثير في الاسلام والطريقه قال الشيخ للسيد الهادي خليفة فنائبه وسميره في غرب بريدة رئيس البالي حتى جدك سيد موجبال وكنت أقول له أن يدخل في طريقة ما لا يدخل جاني تذكرت أنك من عبده وقال الشيخ الهادي لا أنا من عبده أنتم سيدي عبد الله بن حاج الشيخ الحاج المصري موجود معنا إن شاء الله طريقة للسنغال وموريتانيا وهو الأول متى ورث الشيخ يعرف أنه صاحب الفضة وقصصه مع الشيخ والحافظ طارق بوجودة وكثيرة أعود الله أشكر المنظمين لهذه التظاهرات الروحية جبار ونشاطات موازية لها وأخص بذلك حكومة التمرن التي رخصتها معك وجمعية أنصار الدين التي قامت بمستحيل تحقيق هذا الحكم الذي رامتها كثيرا وبلها كذلك وتلملها كذلك بكل نجاح فنشكرها على حسين السفاري وقيامة والتنظيم لقيت من أرجو من الله أن تكون الآن المناسبة تدفع عوامل الخير والسلام على المسلمين والإسلام والإنفاق على جمهورية الكفرون كما لا يسعني إلى أن أشكر الدول التي تخدم التصوف وترعاه على رأسها الدول والمكانة التي تخدم التصوف في منهاج الإسلامي وترعى زواياه وإيمانه وخصوصا من طريقة جهاده التي نورت من دمار زاك وكانت تبع الزهاء وعلمها أمير المؤمنين محمد السادة صلى الله عليه وسلم عناية التام في الزهاء والمشاهد المسلمين عليها أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام سير Nous allons passer tout droit et rappeler à tous les intervenants que dans nous est imparti, c'est un message que chaque intervenant passer. Nous allons maintenant sur le plan diplomatique, donc le message officiel de l'ambassadeur du Maroc au Cameroun. Après lui, monsieur l'ambassadeur de la République du Sénégal, après son excellence, l'ambassadeur du Maroc.
السلام عليكم ورحمه الله. السلام على الجميع. قضايا اعتذر لاخوه الناطقين بالفرنسيه والانجليزيه. فقد شجعني بعض الاخوه الذين يتحدثوا بقضيه واحسن مقامي يتطلب ذلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشكر قيمين على هذا المؤتمر الذي اعتبره لميزه اخرى لكل الدبائر التي وقعتها لطيف مبارك. وما احوجني اليوم الى شعار هذا المؤتمر فهو الوسطيه والتسامح وهو الروح الاسلاميه بالاسلام. والمغرب لا يمكن ان يغيب عن مثل هذه المؤتمرات لما عرفته هذه الطريقه المتطوره من بلادها ولما لها من ايات الرضا على المسلمين بجميع انحاء العالم. نحن اليوم في عالم متقلب ولا نذكر احدا من هذه الطريقه في يوم الحمد لله اخل بنظام عام في البلد ورسب له عمل يمسك الاسلام والسنه. هذه من نعم الله تبارك وتعالى. وإذا كنا حاضرين معكم اليوم فهو لكي نشد على يديكم باستمرار بهذه الطريقة. عرفوا مبدئيا أن الطريقة تكون تميل إلى تربية القلوب وتزكية النفوس. ولكن حال الوقت كما قلت خطوع بابا وجهاد النفوس علنا. لأن العالم اليوم أصبح عالما واحدا وافتراضيا. وعلى كل حال أظن الواجب اليوم يتطلب على هذه الطريقة المباركة أن تضحض كل الحجج التي تلصق بالإسلام اليوم فديننا دين عالمي وكما يقال الدين لله والأرض للناس جميعا. نحن لسنا وحدنا فمعنا ديانات أخرى ومعنا طرق أخرى وفي بلدنا لنا إخواننا يعتنقون ديانات أخرى ولنا شباب قد ضلل وقد ضرر به فهذه الطريقة نحن نحتاجها اليوم ونشهد على أيديها. فباسمي أحييكم جميعا وأتمنى لكم النجاح وموفور الصحة لخليفة الطريقة التي على كل حال مرحب بها في كل بلدان مغربية. أنا كنت سفيرا 5 أعوام في نيجيريا وبالتالي أعرف امتداد هذه الطريقة وأعرف مكانتها في غرب أفريقيا وما قدمته للمسلمين وحازته عن الوثنية وعن الفردية وأدته إلى طريق الصواب وطريق النجاح وطريق الفلاح. فلهذا أنا الحوزة الصوفية لتتباهى مع من ينادون اليوم بإسلام عنيف وإسلام قاسي وإسلام متبدل وإسلام غير متسامح. هذا ليس شعبنا وليس ديننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Excellence, nous appelons Monsieur Son Excellence, ambassadeur du Sénégal, au Cameroun. Il a fait une audition tout à l'heure, il y a aussi l'ambassadeur de l'Algérie. C'est le chargé d'affaires de l'ambassade du Sénégal au Cameroun. Salam alaikum. C'est le représentant de son excellence Paul Biya, Madame et Monsieur Aboran et Gardes respectifs, chers participants. C'est avec un réel plaisir que je prends part au nom de son excellence Monsieur Hadou, ambassadeur du Sénégal au Sénégal, à ses journées dédiées au Bénin Cheikh Ibrahim Niass. Cette journée coïncide avec le 59e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Et le soir dit tel, l'islam soufi et les valeurs humanistes, cohabitation, passé, tolérance et juste valeur, n'est point un hasard. En effet, les valeurs incarnées par le chef doivent être un viatique pour l'humanité. Afin de nous permettre de continuer à vivre dans la cohésion et la concorde. Point de développement sans la tolérance et une cohabitation pacifique. Les enseignements du CERF doivent nous permettre de parvenir à nos objectifs de développement
en prenant ses valeurs humanistes et sa dimension mondiale. Nous sommes convaincus qu'en appliquant ces enseignements, les États africains pourront atteindre leurs défis de développement et de paix. Au nom de l'ambassadeur Ramono Prop, je vous souhaite insister à ces journées. Je vous remercie de votre ambassade. Merci, monsieur le chargé des affaires. Nous vous invitons sur l'Algérie. Nous avons trois points pour clôturer cette séance inaugurale. S'il vous plaît, votre indulgence. Nous avons tenu à présenter nos excuses pour le petit retard accusé de dévier cette cérémonie inaugurale. Donc, je passe à Chéri. Shukran, salam alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على المرسلين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بدايه اود ان اشكر جميع الانصاريين على تنظيم هذا الملتقى الذي نراه جد مهم خاصه في مرحله شمل العالم الاسلامي من التطرف وهذا المنسوب ضمن ديننا الحنيفه. كما تعلمون ان المنبعه الجهاديه وهذا فخر كبير لنا قد نفع في بلدي الجزائر وبعد ان نشر كثيرا في افريقيا خاصه السلطات وكل الاسماء عليه الشيخ الفت احمد التجاني طيب الله تعالى. ولعل انتشار هذا المذهب الكبير يعود بطريقه مركزيه الى قيم السلام والامن والتعايش التي ينشرها بين مختلف افراد المجتمع بغض النظر عن دياناتهم وافكارهم. ونحن الجزائر لنا ولهذا المذهب التجاري الجزائر فضل كبير لانه ساهم في محاضره الشخصيه المجتمع الجزائري خلال قرن 30 سنه من الاستعمار وكان لها فضل كذلك في محاربه الارهاب والتطور العديد الذي شهدته الجزائر في سنوات التسعينات. وبالتالي من هذا المنبر أدعو جميع المريدين وشيوخ هذا المذهب العظيم إلى نشر أفكار الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه ولملاء زيارة الأماكن المقدسة الموجودة في الجزائر في بالضبط في مدينة عين ماضي. وقد يعجبني أن نتكلم عن السنغال السنة الماضية زار الشيخ الرئيس السنغالي الشيخ مكي الصاد الذي زار الأماكن المقدسة في زاوية عين ماضي. وزيارة الأماكن يمكن لمريدي كل هذا المذهب من اكتشاف الكنف العظيم المادي وغير المادي الذي تركه الشيخ محمد التجاري. شكرا مرة ثانية وتمنياتي لكم بالتوفيق في مساركم. شكرا.